الو الو هاد الصباح حتى وطرت ديالهم اتجاه معهد الملكي للشرطه على مستوى هذه النقطه ديال كابلا. وقعت حادثه واحد توقف فجائي ديال واحد السياره شعل ان الكار اللي من وراه دخل فيها من الخلف. بطبيعه الحال كانوا عندنا 8 كيران ديال الدعم اللي كانوا مكفورين بالراجلين. ثلاثه الكيران ما تمكنوش يتحكموا من السير ديالهم، يعني كار دخل في كار. عندنا جروح ديال عناصر امنيه بالغالب لحد الان 59 كلهم جروح بسيطه باستثناء ثلاثه الحالات ربما عندهم شي كسور في الارجل ولا شي حاجه بحال هادشي. هذه هي الحادثه اللي وقعت.